أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماما للحديث أيها الإخوة عن الآيات في سورة الحج، قول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فيها انتقال من الحديث عن بيان قدرة الله عز وجل وحكمه وحكمته إلى التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى على الناس. والمقصود بهذا ما هو؟ ما المقصود والغرض هنا؟ المقصود هنا في خطاب المشركين هو التعريض لهم بشكر نعمة الله تعالى، وأن يستحضروا نعمة الله عليهم. بعد أن بين قوته وقدرته بين لهم نعمته الباعثة على الإيمان وعلى شكر نعمة الله بالاستجابة والتسليم والإنقياد لله تعالى ولأمره. فكأن فيها ترغيب بعد ترهيب، ترغيب بعد ترهيب، وهذا كما ذكرت لكم عادة القرآن أن يتبع الترهيب الترغيب من كونه مثاني. فالآية أدمجت في سياق الاستدلال على القدرة بالترغيب في النعمة، ولهذا تغير الخطاب هنا من قوله ذلك إلى قوله: ألم ترى، لتستحضر النفوس وترى نعمة الله تعالى. ففيها حظ للنفوس على استحضار نعمة الله تعالى بإنزال الماء من السماء. وذكر النبات والخضرة هنا، قال: أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. ذكر نزول الماء هذا ظاهر في الامتنان، لأنه سبب لحياتهم، لكن ما سر ذكر الإشارة إلى قوله فتصبح الأرض مخضرة؟ ما مناسبة هذا في ذكر النعم؟ لا، وإن لا في سياق الامتنان، هو إظهار تمام هذه النعمة. يعني الإنزال المطر قد لا تكتمل به النعمة، وإنما تكتمل بإنبات النبات. ولاحظوا أنه لم يشير إلى إنبات النبات، بل أشار إلى جمال هذا النبات الذي به رغبة النفوس وما تهواه نفوسهم وتأنس به ويشاهدون فيه كمال نعمة الله تعالى. فما أعظم هذا الوصف أيها الإخوة، فتصبح الأرض مخضرة. فإن الإنسان إذا رأى هذه النعمة واكتمالها شاهد كمال نعمة الله الذي يجب عليه الشكر حقه. وفي هذه الآية نأخذ منها فوائد، منها أن الإنسان تقوم عليه الحجة حقاً وأعظم حينما تكتمل النعمة عنده ويراها بعينه ويرى آثارها، فإن الحجة عليه أقوى وأظهر، الشكر عليه أوجب. فذلك بمشاهدته ورؤيته وكمال تنعمه بهذه النعمة. إنزال المطر نعمة، لكن قد لا يحصل معها تنعم الإنسان، لكن إنبات النبات وإظهار خضرته وبهجته وجماله
لا شك أن هذا هو الداعي. ثم أيضا قد يؤخذ منها ملمسا لطيفا أشار إليه بعضهم من أن الخضرة تبعث النفوس على الرقة ولين الطبع والسرور والإقبال، فذلك أدعى إلى قبول الدعوة وقبول يعني الأمر. يعني لا شك الإنسان إذا كان مسرورا كان أدعى لقبوله وانفتح قلبه وانشرح صدره ترغيبا له، فكأن الله يشير إلى ذلك بأنه هذه الخضرة التي أنعم الله تعالى بها عليكم جالبة لكم إلى الرغبة للإيمان وتقريب قلوبكم وتليينها إلى ذلك. ولهذا كانت الغلظة والجفاء في أهل الإبل لغلظتها وجفائها، والرقة في أهل الغنم لنعومتها، فالخلطة تورث الطبع، يعني الطبع يتأثر بالمصاحب والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. ولهذا كان أهل الصحراء أهل جفاء، وأهل الخضرة والزراعة أهل رقة وسماحة وسهولة، فيؤخذ من ذلك ما ذكرت. قال الله: إن الله لطيف خبير. ما مناسبة الإشارة أو ختم الآية بقول إن الله لطيف خبير؟ أما إشارة بقوله لطيف دالة على لطفه بعباده، ومن لطفه أنه سبحانه وتعالى يهيئ لهم جميع حاجاتهم وما يتنعمون به وما يعيشون به، فهذا من لطفه سبحانه وتعالى ودقة علمه بحاجات عباده. ولهذا قال: الله لطيف بعباده في سورة الشورى يرزق من يشاء. فلطفه الذي هو علمه بدقيق حاجات عباده هذا داع إلى تحقيق منافعهم، ومنها أدق المنافع. والخبير هنا الفرق بين الخبير واللطيف هي مقابلها، فكما أنه سبحانه وتعالى عالم بحاجاتهم الدقيقة فهو عالم بأعمالهم الدقيقة، وهذا مناسبة قوله خبير. لاحظوا المقابلة أيها الإخوة، اللطيف مناسب لحاجاتهم الدقيقة والخبير مناسب لأعمالهم الدقيقة، فإن الخبير هو العالم بدقائق الأمور، فإذا اجتمع العلم العلم والعليم والخبير فالعليم عام والخبير أخص في دقائق الأمور. ومنه أخذ في سياق المعاصر الآن خبير في كذا، يعني خبرته دقيقة ومفصلة. قال الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هنا ذكر بيان لاختصاصه سبحانه وتعالى بالخالقية والملك، ليدل على اختصاصه سبحانه وتعالى بالألوهية، أي أن له كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل وهو الخالق الرازق. ولهذا عقب هذه الآية بقوله إيش؟ وإن الله لهو الغني الحميد. فإذا كان سبحانه وتعالى هو المنعم الرازق الخالق فهو إيش؟ الغني سبحانه وتعالى عن عباده، الذي لا يفتقر إلى أحد من خلقه لأنه هو الخالق. فلذلك ختم الله تعالى ذلك بالغني. لكن ما مناسبة الحميد؟ محمود على إنعامه وفضله، لأن الغني من عادته العطاء والبذل، فكيف إذا كان هو الله عز وجل أغنى الأغنياء والذي بيده كل شيء وخزائنه ملأة، فهو غني كريم سبحانه وتعالى مستحق للحمد. وهذا
يوجب على الإنسان أن الله أنه إذا أعطاه الله أغناه أي غنى، وأعظم الغنى غنى النفس وغنى الإيمان وغنى الدين، فذلك مما يوجب الحمد المحمود سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا قال لهو، تأكيد على ذلك واختصاص له. قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري بأمره في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا تذكير في وامتنان بنعمة أخرى منه سبحانه وتعالى، وهو تسخير ما في الأرض لهم. وما معنى التسخير؟ نعم، تذليل وتيسير. ولو أننا أيها الإخوة وقفنا مع هذه الآية وقفة في تأملها لما انتهى بنا المقام. تأملوا أيها الإخوة كيف سخر الله لنا الدواب، فمنها ما نركب ومنها ما نأكل ومنها ما هو زينة، كلها مسخرة لنا. ولو أن الله عز وجل لم يسخرها لنا لما استطعنا أن نركبها، ولما استطعنا أن نأكلها ولاستوحشت. ثانيا أيضا تسخير الله عز وجل عباده لبعض، فكما قال الله عز وجل في سورة الزخرف: إيش؟ وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، فبعضهم مسخر لبعض، هذا المعلم للطلاب، وهذا المهندس للناس، وهذا الطبيب يعالج الناس، وهذا الخادم يخدمهم، وهذا البائع يبيع لهم، فسخر الله بعضهم لبعض. ولو لم يسخر الله الناس بعضهم لبعض لوقفت الحياة. تسخير الله عز وجل الأفلاك السماوية لأجلنا، فهذه الشمس لنا فيها منافع، والقمر كذلك، والليل والنهار، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم أحسنت، سخر لنا الأرض وذللها وبسطها ومدها وفرشها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل ذلك لأجل المخلوقين الذين أمروا بعبادة الله عز وجل. فما أعظم أيها الإخوة أن نستحضر ذلك في دقائق أحوالنا، كيف أن الله سخر لنا هذه الأدوات التي تعيننا على أمورنا كلها، سيارات، طائرات توصلنا من غير مشقة، ومراكب وبيوت، كل هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى الموجب لذكر نعمته والامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والفلك تجري في البحر بأمره، وإنما ذكر الفلك لأنها مما فيها نعم كثيرة أو متعددة، منها أن هذه السفن الثقيلة تجري على الماء، ولو لم يمسكها الله لغرقت، لكن الله جعل من سنته فيها أن الماء يحملها بثقلها، كلما ثقل الشيء ارتفع على الماء، هذه من سنة الله، ولو لم تكن كما أراد الله لسقط لغرقت. من منافعها أنها تنقلهم أينما كانوا من مكان بعيد، ومن منافعها بل أعظم منافعها اليوم نقل بضائعهم، ولو لم تكن لما كان تلك البضائع الكبيرة جدا تنقل، لا في الطائرات ولا في السيارات. فهذه البواخر من أعظم ما سخره الله عز وجل اليوم وفي ذلك الزمن وفي كل زمان، ولهذا خصها الله تعالى هنا في قوله: والفلك تجري، فذكر جريانها وذكر اسمها في البحر بأمره. قال الله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ما المراد ب
بإمساك السماء. قيل المراد أن الله عز وجل بأمره مسك السماء بكونها بغير عمد كما قال الله غير عمد ترونها، مع اختلاف المفسرين في ذلك. فمن منته أنه يمسك السماء، ولو أراد لسقطت على الأرض وأهلكت أهل الأرض. وقيل أن المقصود بالسماء هنا إيش؟ وفي السماء رزقكم، أي السحاب. قال بعضهم أن المقصود هنا ويمسك السماء أي المطر في السماء أن يسقط إلى الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى وأبنه، ولكن الأظهر والله أعلم المعنى الأول. وقوله إلا بإذنه ما يفيد أنها قد تسقط، ولعل ذلك يشير إلى حال من أحوال يوم القيامة بسقوط السماء على الأرض. وذلك لم يرد فيه حديث أو آية صريحة، لكن يفهم من الآية والله أعلم. ورد سقوط النجوم وتكويرها، لكن لم يرد سقوط السماء. وقد يكون المقصود ما فيها من الأفلاك، فالله تعالى أعلم في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ختم الآية بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فيه تعليل لأن جميع ذلك رأفة منه سبحانه وتعالى ورحمة من الناس. أما الرأفة فالفرق بينها وبين الرحمة، الرأفة تكون بدفع الضرر، دفع الضرر، الرأفة تكون بدفع الضرر عنهم. ولهذا قال أن يمسك السماء أن تقع الأرض ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. فمن رأفته أنه يمسكها ويدفع الضرر عنهم، من رأفته أن الفلك لا تغرق. فالرأفة متعلقة بمنة الله بدفع الضرر عنهم، والرحمة بجلب النفع لهم، بجلب النفع لهم، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى قدرته على البعث. وهذا كأنه إشارة إلى ما أنكروه من قبل في قوله تعالى يا أيها الناس في أول السورة إن كنتم في ريب من البعث. فبعد أن ذكر هذه الآيات قدرته عليها أكد ذلك هنا بإحيائهم بعد موتهم في قوله وهو الذي أحياكم، أحياكم بخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم بالبعث. لكن الإنسان مع هذا كفور، إن الإنسان لكفور. كفور ما بماذا؟ إما أن يكون كفور لربه مبالغة في ذلك بعد بيان البينات، وإما كفور ليش؟ لنعم الله عز وجل الذي امتن بها عليهم هنا وذكرهم بها. والأظهر الثاني لأن سياق كفور في القرآن أظهر في مجيئه بعد نعمة، هذا الأظهر الله أعلم، يعني كفور لنعمه. ثم قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لاحظوا أن الحديث ما زال يعني فيه إشارة إلى ذكر المناسك والحج، لكن المقصود هنا في المناسك هنا ليس هو مناسك الحج، وقد قيل أنها هي مناسك الحج وشعائر الحج، لكن يظهر الله تعالى أعلم منسكا معبدا هم ناسكوه، أي هم متعبدون فيه، ناسكون فيه. ويشير لذلك إلى بعض الأمم التي اتخذت منسكا لها دون ما شرعه الله عز وجل، فلذلك قال بعدها فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في الأمر. فقد يراد بهذا والله تعالى أعلم العبادة،
وقد يراد بذلك يدخل فيه النسك والقربان ذبح لله عز وجل، وقد يراد بذلك مواضع الحج، قد يراد في ذلك مواضع الحج، ولكن الأظهر والله أعلم أن سياق الحديث هنا في عموم العبادة والنسك لله تعالى. وقوله فلا ينازعنك في الأمر، المقصود بالأمر هو إيش؟ أمر الله عز وجل، وهو إما أن يكون شريعته وعبادته وما شرعه الله لك، وإما أن يكون هنا فلا ينازعنك في الأمر في القرآن الذي أنزله الله تعالى إليك، ومحاجتهم ومعارضتهم ومنازعتهم له فيه. أقول سلمكم الله، نأخذ من هذا فائدة جليلة في قوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، بأن المسلم إذا رأى أهل الباطل على جدال ومحاجة والنزاع ومنازعة، لا لأجل إحقاق الحق والوصول إليه، وإنما لأجل إثبات ما هم عليه من باطل وإبطال الحق الذي ينازعون فيه، إذا وصل الأمر في هذا فالمشروع للمسلم أن يمسك على الجدال. ولهذا قال فلا ينازعنك في الأمر، بل لا تنشغل بهم، بل أدعو إلى ربك، قال وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، لأن الإنسان لو أشغل نفسه بالجدال مع الناس أضاع وقته في ذلك وجهده، وصرف نفسه من هم من أعظم إلى هم من أقل، وهو هم الدعوة ونشر الدين. ولذلك قال الله عز وجل بعدها وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، انتهى الجدال معكم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. ونأخذ من ذلك فائدة أن الإنسان إذا جودل في دين الله فيما هو عليه من الحق، ولا سبيل إلى إقناع الآخر وإلى اقتناعه لأنه صاحب هوى، فقل الله أعلم بما تعملون، يعني الله تعالى أعلم بالحق. ثم قال الله والله يحكم بينكم يوم القيامة، إذن الحكم بيننا وبينكم يوم القيامة. فهذا المنهج يا إخواني نحتاجه في هذا الزمن الذي كثر فيه الجدال والنقاش والمنازعة والخصومة في أمر، حتى في أمر الدين تجد هذا له رأي وهذا له رأي، ويتنازعان ويتجادلان، كل منهما يريد أن يحق الحق لنفسه. هذا الجدال لا فائدة فيه، لماذا؟ لأن الإنسان يا إخوان الكرام إذا لم يكن قابلا في نفسه للتنازل إلى الحق إذا تبين فلن يصل إلى نتيجة، وهذه واضحة. لو أنك دعوت إنسان لا يريد الحق، دعوت إنسان إلى الإسلام وهو لا يريد الحق، هل يستفيد من كثرة جدالك؟ يكفي أن تبلغه رسالة الله وتقيم عليه الحجة. ومن هذا الباب يا إخواني الدخول في نقاش مع أناس عرفوا من المنازعة والجدال والخصومة والمعارضة، كالشيعة مثلا، بعض الشباب يشغل نفسه في مواجهتهم ومناقشتهم مع أن هؤلاء في غلبة الظن لا يريدون الحق، يعرفون الحق لكنهم لا يريدونه، كاليهود، هم بهم شبه في اليهود، هم واليهود سواء في عدم قبولهم الحق إلا من رحم الله منهم. ولذلك قليل ما نسمع أن رافضيا اهتدى، لأنه وراءه من سينتقم منه. فلذلك أنا لا أنصح في الدخول في النقاشات التي لا طائل تحتها إلا لمن علم أن في هذا الجدال يصل إلى إقناع الآخر رجوعه وهو يعلم فيه ذلك، لكن غالبهم ليسوا كذلك. هذه فائدة نفيسة يا أخواني وعظيمة نأخذها من هذه الآية، خصوصا في أمر الدين. حتى الإنسان إذا كان لك رأي وللآخر رأي وتجادلتما في كل منكما يريد إحقاق الحق، فالمشروع أن تكف عن هذا الجدال.
الأولى من الإنسان أن لا يكثر الجدال، ولذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فما أجمل الإنسان أيها الأخوة أن يكون منهجه الإبلاغ للجدال، جدال ليس من صفة أهل الإيمان إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن إن كان ذلك يؤدي إلى إقناعهم ووصولهم إلى الحق. قال الله عز وجل: الله يحكم بيننا وبينكم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. إذن بعد قوله الله أعلم بما تعملون، قال الله: الله يحكم بينكم يوم القيامة، هو الذي يفصل بينكم، بين أهل الحق من أهل الباطل. فلذلك الإنسان إذا جاء إنسان يجادله فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة، يتبين الحق لنا جميعا يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وفي هذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وتأنيس له وتقوية، وفيه تهديد للمعارضين وقطع لحجتهم، ليس لهم حجة بعد اليوم، بعد هذا البيان وهذا التفصيل انتهى معهم الجدال. ثم قال الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الغرض من هذا التأكيد بتأييد الله لعلمه سبحانه وتعالى، وأن ذلك أمر مكتوب، فهو تأكيد على تأييد الله لعباد لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في أن صاحب الحق منصور ولو خذله من خذله، لعلم الله به وكتابة الله تعالى ذلك في كتاب لا يضل ولا ينسى. قال الله: إن ذلك على الله يسير، يعني أن ذلك في بيان الحق وإظهاره والحكم فيه يسير على الله عز وجل. ثم قال الله في حال هؤلاء المجادلين ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني يستمرون على عبادة غير الله، لم ينفعهم الجدال، مما يؤكد أنه لم ينفعهم الجدال. قال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فكيف ينفعهم الجدال إذا كانوا يعبدون الله من غير بينة ولا سلطان ولا علم؟ كيف ينفعهم ذلك الجدال؟ ثم قال الله: وما للظالمين من نصير، لن ينصروا. وهذه قاعدة من قواعد القرآن، وما للظالمين من نصير، الظالم لن ينصر، وإن نصره من نصره فإن الله خاذله ولو بعد حين. قاعدة نعلنها أيها الإخوة أمام الظالمين اليوم الذين قد رفعوا عقيرتهم على عباد الله تعالى وظلموهم بغير حق، فإنهم ليس لهم نصير، فإن الله تعالى سيقطع عنهم حبله، وسيقطع عنهم حبل الناس كما نشاهده بفضل الله تعالى بخذلان العالم كله لأولئك الذين يبغون على عباد الله تعالى، إلا من جعل الله لهم حبلا بما ذكره سبحانه وتعالى في أمر كتاب: لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والمقصود بحبل من الناس أنهم ينصرون بنصرة أناس آخرين، كما هو حال اليهود مع الغرب في مناصرتهم وتأييدهم وحفظ حقهم، لكن الله عز وجل سيقطع حبلهم بإذن الله تعالى، لن يكون ذلك بعيد بإذنه سبحانه وتعالى، ذلك على الله يسير. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذا في بيان ماذا يكون حالهم حين تتلى الآيات. انظر كيف يكون حال الإنسان الكاره للقرآن، الكاره لأمر الله، لا يكتم ذلك ولا يستطيع، إذا كان قلبه ممتلئ من الغيظ والكفر والحقد على دين الله يظهر ذلك في
فعاله وقسائم وجهه. قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات تستوجب الإيمان والاستجابة والخضوع والاستسلام، قال: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني ترى في وجوههم الغيظ والإنكار والاستكبار، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يتسلطون عليهم مما في نفوسهم من الغيظ. ثم زادهم الله غيظا بقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. كأن الله تعالى يقول: زيدوهم غيظا بتهديدهم وتوعدهم بالنار. قل أفأنبئكم بشر من ذلك، من ذلكم يزيدكم غيظا وحنقا على ما أنتم عليه، حتى تبقوا على ذلك الحنق والغيظ والكمد. النار وعدها الله الذين كفروا، ما قال وعدكم الله، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فما أعظم هذا التهديد والوعيد، وما أعظم هذا التبكيت والتهكم بهم وبحالهم. فهذه الآيات أيها الإخوة كلها كما ذكرت لكم قبل في الدروس السابقة، كلها في أمر إبطال أمر الكافرين ومعبوداتهم والقيام عليهم بالحجج الدامغة، وإنهاء دعواتهم وادعائهم على ما هم عليه، وإظهار الحق. ثم سيكون في آخر الحديث ختام السورة ببيان شاف كامل، كأن في ذلك فصل بين معهم في إبطال حكمهم وأمرهم. يكون لنا ذلك حديث بإذن الله تعالى في المجلس الأخير. نسأل الله يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.